صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ دكتور باسم، جراح تجميل، سلسلة الأمراض اللي عم بحكي عنها. رح أحكي عن الداء الزلاقي، أو مش الداء الزلاقي، رح أحكي شو ممكن الأمراض المرتبطة بالداء الزلاقي. يعني بيجيك شخص ممكن يعاني من كذا كذا كذا، رح أقوله ممكن تطلع السبب هو الداء الزلاقي، سيلياك ديزيز او عدم تحمل الجلوتين، وهون تبرز الزمرة الدموية، وهيك بعمل كونكت مع السلسلة الثانية المتعلقة بالزمر الدموية. الاضطرابات المرتبطة بالحساسية على الجلوتين، فقر الدم، التهاب المفاصل، الرنح، امراض الاعصاب، الاختلال العصبي، تلف الدماغ، اضطرابات نقص الانتباه، التوحد، فرط نمو البكتيريا، السرطان، الأورام اللمفاوية، المبيض متعدد الكيسات، الكازيئين أو عدم تحمل حليب البقر، متلازمة التعب المزمن، الضعف الإدراكي، داء كرون، الاكتئاب، السكري، متلازمة داون، عسر الهضم، الصرع، الفايبروميالجيا، انتفاخ البطن، الغازات، مرض المرارة، نزف الجهاز الهضمي، نقص هرمون النمو، فشل القلب، العقم، العجز الجنسي، مرض الأمعاء الالتهابي، نفاذية الأمعاء، الانفعال المزمن، متلازمة الأمعاء، أمراض الكلى، أمراض الكبد، سوء التغذية، الصداع النصفي، الأجهاد، التصلب المتعدد، مالتيبل سكليروزيس، السمنة، هشاشية العظام، لين العظام، النحافة كمان الزايدة، اضطرابات البنكرياس، الصداع في البسورياسيس، التهاب المفاصل الريوماتويدي، الساركوئيد، انفصام الشخصية، تصلب الجلد، متلازمة جوكرن، مشاكل الجلد، فرفورية، نقص الصفيحات، مرض الغدة الدرقية والسل. هلأ كل هدول اللي ذكرتهم قد يكون بسبب شيء واحد، هو عدم تحمل الجلوتين. وإلا الجلوتين هو موجود بالقمح، وهو اللي غير الزمرة أو لقى، وإنه كيف أصحاب الزمرة أو ما بيتحملوا ياخدوا كتير قمح، وقد يكسر داء الزلاقي أو سيلياك ديزيز عند الأصحاب الزمرة أو. خلص الفيديو، انزلوا تحت الفيديو، اعملوا لايك، اشتركوا بالقناة إذا كنتوا جداد أو ما مشتركين لسه، اعملوا سبسكرايب، شاركوا الفيديو مع أصحابكم. أهلا وسهلا، صباح الخير.